عسلامة. عسلامة أختي. مرحبا بك. بيك وبيك. مسيو اليوم حبيت تعطينا تقييمك يعني للوضع العام وباش تحكي لنا كيفاش أثر على حياتك. هي حياتي هذا العظم تعب ياسر في البلاد. من ناحية كل شيء تصوروا في بالك. من ناحية كل شيء وكل شيء مقفول كل شيء. كل شيء شنو مسيو كل شيء؟ كل شيء كيفاش؟ كل شيء مقفول ثم شيء الدنيا كل شيء على النار. أنت معرس بصغارك يعني عندك عائلة؟ إي شنو تحبي فيها أنت؟ توس على الحيط. فما شيء. إذا بالنسبة فما شيء. تسمع فيه. اللي هذا لو تحطوا مع تواد في بلاد في منطقة في حاجة وفي رأي شعبها فنتي لو تكلم في المصلحة مع تزول يعفت عفسه فيه واضح تزول يعفسه فيه اللي متى وتشجع فيه كيف فرق هيك ولا كيف متى مسيو انت معناها زوجتك تخدم ولا لا؟ زوجتي في الدار. خلينا نحكيو على الراجل اللي متحمل مسؤولية وحده في الوقت هذا. كيفاش تكون التجربة؟ نعم كيفاش تكون التجربة؟ يعني مسؤولية صعيبة ولا كيفاش؟ مسؤولية صعيبة ما شنو؟ أنا ولدي كاريلو فريانة ب 150 ألف في باي يقرأ فورمسيا وأنا حابس فهمتني؟ مش هي فهمتني؟ تسمع فيا وهي الحكاية وعاد كنت يا حسن على قبل جات زبت كل شيء رخيص وكل شيء شاد من الناس ما عادش خلت أنا فيه من وقتاش أنت معرس مسيو؟ من عام 2000 المعرس. معناها في الوقت هذاك سافا الدنيا معناها يا عسرة يا عسرة كنت ندخل القنصيرات نقضي نحب ونروح تو نجيب مليون في يدي نخليه ونروح وما نوصلش كامل تقريبا واضح انا نخدم في التاجر فهمتي انا نبيع في السندوتشات على البروج كيفاش مش عالي سوق نبيع في السندوتشات على فهمتي ما عادش وصل حتى كل شيء غلا كل شيء يدير يسال اللي تصور حاجتك تاخذ حاجه تخليها السوم غدا تلقى السوم اخر عندك ريستو مسيو صورة شعبي شعبي بتبيع تواجه في مشاكل نتاع سلعه مسيو نتاع غلاء وفقدان لا شو نحكي لك انا غلاء كل شيء بعد شيء خال بعد شيء مرقاز كل نقص فيه بالفلو خزمي صباح ب 18 ألف نقص فيه ايش فيك حبيبي وين وين كسكروت فيه اربع كعبات تقبل نبيع فيه ب 1200 دينار كول انت تو كسكروت فيه حاره مرقاز ب 6000 فرنك نبيع فيه قبل كان ب 1200 تعرف يا مرقاز ب 1200 فهمتني الى متى داري سي عليه المواطن يتفهم الغلاء مسيو معناها كي يجيب يشري من عندك ساندويتش كان بسوم من بعد ولا باغلى يتفهم ولا لا يعرف يعني يعرف بتبيع يعرف ما يعرف يعرف الغلاء الفول مدام تاخذ عملوا ب 3000 سنه ب 7000 يا الفول فهمتي ب 3000 عملوا ناخذ فيه سنه ب 7000 ها الى كيف ها قلت له ما عادش نبيعوا باللوش نبيعوا بال 100 جرام على البسكوله انتم كنتوا تخدموا بالزيت المدعم ولا ممنوع عليكم من قبل؟ شكون؟ الزيت المدعم. الزيت المدعم موجود الزيت المدعم. نحكي لك قبل كي كان موجود، كنت تخدم به ولا ممنوع؟ نخدم به الزيت المدعم. مش ممنوع. ممنوع شكون لك ممنوع؟ في بالي ممنوع للمطاعم يعني. لا عندي انا مش ممنوع، جمعية 64 مش ممنوع عليها. جمعية 64 البلاد على الحيط. وتوا كيفاش عامل مسيو مع غلي معناها الزيت ما عادش فما مدعم، كيفاش غليت معناها في ال. بقول ب 23 ب 25. معناها غليت في السلعه. قلت لها غلي ماشي ماكش باش تبيع بالخساره يعني. ما نبيعش بالخساره، علاه نبيع بالخساره؟ فهمتي؟ ما فما شيء. ما نبيعش بالخساره، هي كيف. وعاش سنين في تبيعهم ما تلقاش فلوس. هاو كريا هاو مصروف هاو ما عادش تاخذ على شيء. وبالنسبه لقضيه فلسطين الله يسترهم وربي معاه وربي معاه. ساعات فما مواد غذائيه انت تستعملها في الريستورون تاعك. ساعات تكون مفقودة اكزومبل المرة الأخرى الخبز معناها كل مرة فما معناها حاجة أزمة متاع حاجة مفقودة أي فهمت الخبز مش الخبز ساعات قلنا ساعات فما موجود كيفاش تعمل معناها تقف على الخدمة؟ أنا نقف على الخدمة مادام ما فماش معناها كوش يجيب لي خبز ما فماش هذيك تصرف تتصرف 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 كوش خاطر ربط معاه يجيب لي خبز أما اللي يجيني على ساندويتش نقول له البحر هاي السيدة ما دخلوش فما مسيو مطعم تعمل خبز محلي. سمع هون سميت. هون سميت. قلة تو سميت. واللي يجيني على الطن نقول له البحر هاي ما صيد ما دخلوش. علاش؟ طن. متوفر هو ولا؟ طن غالي غالي. الغالي. قديش كاين الطن؟ الطن كنت نقرأ ب 18000 صفحة واش 40 دينار ب 46000. 18000 دينار. في قداش مدة غليت للدرجة هذي؟ في مدة عام ما طلعت ما عادش تخسر شيء.
تخدمي بهم يا كويزي فيه برك. تستعمل زيت زيتونه هكا ولا؟ ب 30 دينار بليتر زيت زيتونه. انت تستعملوا نورمالمون في الريستو؟ شوي ما تستعملوش. ب 30 دينار اللي. اقل مش 30 دينار. اقل من 30. برك جيبها جيبها اقل طريقة. سمعنا سمعنا ب 23. القديم هذاك نتاع من اول. ها جديد ب 30 يخدم تو. برك جيبها. هي فارقة ما تلقى ما توصل. البلاد على الحيط. باي باي يا تونس. نقول لك المسألة المبركة يا رجل النوم الأول. تسمع بيه المسألة هذايا؟ خبز ما بين علي اللي أنا. هما يقولوا القضاء بعد اللوم بدعة مسيو. فهمتي؟ ما قالوا لك المسألة المبركة يا رجل النوم الأول كنا عايشين. وأنت ب 10 فرنك تدخل تقضي اللي تحب تو تعمل 70000 80000 ما تقضيش تعرف خضر وتروح فيها. اللحم عاد تاخذ ب 40000 كل اللحم. فهمتي؟ كل اللحم ب 40 دينار. اللحم قبل ب 80000 فرنك الدجاج عايش فيه. شنو أكثر حاجة تستعملها في الريستو نتاعك مسيو؟ باش مشهور أنت ساندويتش شنو؟ أنا أشهر ساندويتش عندك. أشهر ساندويتش؟ ساندويتش الجيف عند ولد شريف. كيفاه؟ الجيف عند ولد شريف، قلت له ما يبات كيف كروشكم. تلقى شروعات. ها؟ شنو مش؟ نخدم مرقاز برك أنا. وبريك، وفريكاسي. مرقاز شنو مسيو؟ مرقاز شنو؟ مزرعة الخيول والحمير. إي. في بالهم العباد؟ حلي في راسه في مرسات راه برخصه يخدم مسكرين له هذا معناها معناها بالخيول والحمير وب 6000 شوف 6000 كاسكو ب 6000 جيتني مره تاع الصحه قالت لي مع بربي ممنوع هذا قلت لها قول عرفك وزير الصحه نتاعكم قول له هبط الريدوات تاع بطل ما عادش يجيبوا واضح فهمتي تاع بطل قلت لها صغار توكلهم الحجر فهمتي واضح مسيو مش غالي اربع كعبات انت قلت لي تحط اربع كعبات مرقايس ب 6000 وهو بتاع حمير بتاع حمير الكيلو بتاع حمير ب 18000 ب 20000 يخدم تو الكيلو كان كنت تاخذ فيه قبل ب 2500 وب 3000 نهايته 3000 تاخذ فيه فهمتي تو ب 18000 تهز ولا خليه يقول لك ما عادش هاي رخيص هم المواطنين في بالهم عادي ها معناها المواطنين في بالهم المرقيز نتاع شنو بالضبط؟ عاملين بلاكر يا رب. وضوح باهي. وعملوا له بلاكر. يشري اللي ما عينوش ما يشري. لا انت عم بالك الريستورانت في تونس يخدم لك مرقاز صحيح عادي عاجب مرقاز يخدم في الدير يخدم في ها؟ في بالنا مسيو في بالنا. برازمي راه. باش ياخذ لك مرقاز صحيح باش يخدم به ما يقول لك ما يخدموش. ياخذ بدي شيء ب 18000 فوني. لا مالا يا مسيو لو كان المرقاز يعني بقري نقولوا باغ اكزومبل بقري. بقداش يتباع ساندويتش؟ بقري. فماش بقري مخلص. نقولوا فيها اربع كعبات مثلا. اربع. بقري يوصل 7000 8000. انا مره عملت كسكروت كي بقيت كامله فيها ست كعبات مرقاز وكابتن عظم وخذ معاهم قلت له 15000 تفحموا بعد جاب لي الحاك تلفت جاب رئيس مركز عاد قلت له تعديت كل الجمهوريه جبت جيت جيب جاب لك رئيس المركز قال لي كيفاش تزوجت قلت له قول له شويه قال له عمي وسع بالك باب ضربك شعري قال له خذ على كل يعطيك الصحة مسيو نخلي لك الكلمة الأخيرة شنو تحب تقول؟ ها؟ الكلمة الأخيرة بلاد ربي يسترها برجلي أريد فهمت ياك شوف ليش كي لم ترى شيء زيتون فهمش كعبة لي على خاطر زيتون تاع بلاد اللي قادر خير وربي يحمي فلسطين عايش كيف